السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، بالنسبة لليونت 11 اللي حناخذه، حناخذ كلاس آخر اللي هو كلاس السبورونزويد. هذه الكلاس حيش من عندي ثلاثة طفيليات إن شاء الله، حناخذهم ننهي الكورس إن شاء الله بيهم. هو ضمن كلاس السبورونزويد. هذا الكلاس حناخذ بأول طفيلي، هو طفيلي اللي هو بلازموديوم اللي هو الملك. كلاس السبورونزويد طفيلي أول اللي هو البلازموديوم، الديزيز اسم المرض اللي هو ملاري. الفاكتور راح يشمل الفاكتور الناقل لهذا الطفيلي اسمه الأنوفيلا الموسكيتو، الذي يعتبر هو الفاينل هوست. من ده أقول فاينل هوست معناتها الطاولة الجنسية أو دورة الحياة الجنسية حتكون به، يعني من دورة الحياة الجنسية حتكون داخل الحشرة. السيكشوال لايف سايكل اللي تسمى سبوروغوني تكون داخل هذه الحشرة. أما الإنسان اللي هو الهيومن يعتبر انترميديت هوست لهذا الطفيلي. أيضا الإنسان يعتبر انترميديت هوست، من دا أقول انترميديت هوست معناتها دورة الحياة اللاجنسية تكون داخل الإنسان. يشمل هذا دخول الطفيلي، أول ما يدخل عندي للكبد، بعدها المرحلة الثانية يدخل عندي إلى الار بي سي، وداخل الار بي سي تسمى شازوغوني لايف سايكل. تمام، لازم نفتهم هذا الطفيلي حركات مالته وكل مكان راح يقعد بي إلى تسمية معينة. فدا أقول أنا داخل الكبد إلى تسمية، داخل الار بي سي نسميها شازوغوني. الاخذ من يدخل عندي الى داخل خلايا الار بي سي الى كان خارجها اسميه اكزو اريثروسايتك او بري اريثروسايتك. اما الى كان داخل الار بي سي نسميه اريثروسايتك سايكل. الهابيتات مالته مثل ما ذكرت هو الليفر والانسايد ار بي سي. الانفكتيف ستيج الطور المادي اللي هو السبورونزويد اللي حيجي عندي من الفاكتور اللي هو الانفلوس موسكيتو. طريقة العدوى اللي راح تكون عندي بواسطة البايت of the infected female. انتبهوا infected female، فقط الفيميل تنقل عندي هذا الطفيلي، الفيميل فقط اللي هي الانفلوس موسكيتو تنقل عندي طور السبورونزويد. الاخذ هذا الطفيلي محتوي على اربع جينس حناخذهم، اللي قصدي أربع سبيشيز. الجينس اللي هو البلازموديوم، الجينس السبيشيز الأول لهذا الجينس اللي هو البلازموديوم فايفكس، الثاني الأوفالي، الثالث الملاري، والأخير اللي هو الفاسيبروم اللي يعتبر مالجنانت فيفر، يعتبر الحمى الخبيثة اللي هو يعتبر أخطر نوع، النوع الأخير اللي هو الفاسيبروم. بالنسبة للأول اللي هو الفايبوكس يكون اسم الديزيز، انتبهولي ترى كل طفيلة من ذول الطفيليات إنهم اسم ديزيز يختلف عن الآخر. الأول اللي هو البيناين كيرشير فيفر يكون الباروكسيزم اللي هو نوبة الأعراض اللي حتيجي عندي كل 48 ساعة. أما البلازموديوم أوفالي اللي هو اسم الديزيز إلي أوفالي كيرشير فيفر، هذه النوبة حتظهر عندي كل 48 ساعة. أما بالنسبة للسبيشيز الثالث اللي هو بلازموديوم ملاري، اسم الديزيز البنين كواشيا فيفر، هذه النوبة تظهر عندي كل 72 ساعة. عم داقول نوبة سنح أعطيكم شنو معنى نوبة، شنو راح يظهر عندي على المريض. أما النوع الأخير حيظهر عندي من 36 إلى 48 ساعة، وثم المالجننت، واتفقنا عليه المالجننت اللي هو يعتبر أخطر نوع اللي هو البلازموديوم فالسيبروم. بالنسبة للكلينيكال سايز اوف مالاري، الكلينيكال الأعراض اللي راح تظهر عندي وسميناها نوبة اللي هي الباراكسيزم، هاي النوبة حتظهر عندي حمى بشكل حمى خلال 6 إلى 10 ساعات. حتتضمن شنو؟ انتبهوا عليه. أول شيء حتتضمن كولد ستيج، الباردة، الستيج البارد. شنو يظهر؟ المريض يبرد عندي ويصير عندي شافرينج، يرجف خلال 30 إلى ساعة، من 30 دقيقة إلى ساعة المريض يبرد. بعد المريض من ساعة إلى 4 ساعات حيظهر عندي هوت ستيج، يعني المرحلة الحارة. شنو المرحلة الحارة؟ حيصير يظهر عنده فيفر، يعني الحمى مالته عنده حتصعد، ويصير عنده فوماتينج يعني تقيؤ، وهذيك يعني وجع بالرأس فظيع.
أما تظهر بعدها من ساعتين إلى 4 ساعات بعد هذه الأعراض، المريض راح يصير سليتنج، راح يتعرق يظهر مرحلة اللي هي ما بعد هذه الكولد والهوت ستيج. هذه الأعراض شنو ظهرت؟ ظهرت نتيجة التوكسيك للملاريا. الملاريا عندي تتكاثر داخل الليفر، تتكاثر داخل الار بي سي، من تتكاثر عندي تطفي السموم اللي هي الملاريا البيجمنت. هاي الربتشر كل شيء زي بونت، راح تفلي راح تسوي له ربتشر تحطمه، راح يظهر عندي التوكسيك وتكون عندي هذه الاعراض. الاوفر عندي ايضا اعراض اخرى، يكون عندي انيميا المريض، يصير عندي انلارجمنت، تضخم بالسبلين، طحال الكبد اند بلاك بيجمنت اوف ذا سون اورجان، يظهر عندي بقع سوداء على الأورغان مثل الدماغ أو الكيدني أو هذا بالنسبة للبقع. بالنسبة المريض احتمال داث مباشر يموت عندي أي مريض إذا كان مصاب بالبلازمودوم فاسيل برام اللي هو النوع الأخير، بيكوز هذا النوع ليش يسوي كلوتينج إن ذا بلاد، راح يسوي لي مباشرة يسوي تخثر بالدم ويضرب عندي القلب والكبنة، يسوي عندي فيلير مباشر بهم، لذلك أني راح أخسر المريض اللي راح ينصاب بالنوع الأخير. طبعا إن شاء الله أسألكم بالمحاضرة ليش هذا النوع يعتبر أخطر الأنواع. بالنسبة لدورة الحياة، لاحظ دورة الحياة لطفيل البلازموديوم تروية يا طلاب، بعد مثل ما اتفقنا بعد البايت عرضة الانوفيلس موسكيتو اجت انطتني الطور المعدي. من اللي دخل الطور المعدي اللي هو من اتفقنا عليه السبوروزويد، انطتني سبوروزويد داخل جسمي. السبوروزويد دخل داخل جسم مباشرة من وين؟ الهدف مالته، هدف مالته الكبد، دخل الى خلايا الكبد، قعد بخلايا الكبد التبعوية هاي الخطوة للنظر اللي هي الاولى. الثانية صاب الكبد عندي، من صاب الكبد كاثر هذا الطفيل نفسه داخل، فشي سماه شايزونت كاثر، الشيزونت كبر، كبر رابتشر، حطم نفسه وخرج الى الدم، مخرج الى الدم. فقط هذا الطور اللي خرج للدم هسه ممكن انه يصيب عنده خلايا الدم اللي هي الار بي سي. اول ما دخل ما يقدر، فقط لازم يقعد يقعد بالكبد يتكاثر على شكل شيزونت، ثم يخرج من الكبد بطور اللي هو ممكن انه يصيب خلايا الار بي سي. اصاب خلايا الار بي سي انتبهوا وياي، من اصاب خلايا الار بي سي سميناها اريثروسايتك سايكل داخل الار بي سي، اما ديك اللي كانت بالكبد سميناها اكزو اريثروسايتك سايكل. تمام، اما دخل عندي خلايا الار بي سي تكاثر، سوى مجهول تروفوزويد، بعدها كون شايزونت، والشايزونت ايضا رجع سوى رابتشر وصاب خلايا اخرى. احتمال هذه الخلايا ما كون الشايزون، كونت جاميتات، بدي اقصد بجاميتات يعني كونت خلايا ذكور وخلايا اناث اللي هي الفيميل والميل جاميت. هذول مثل ما اتفقنا بالبدايه انه خلايا الميل والفيميل جاميت داخل جسم الانسان ما راح يكون هيك، لان احنا قلنا داخل جسم الانسان يكون طور لا جنسي فقط، وين الطور الجنسي؟ يكون داخل الحشره. اجت عندي حشرة غير مصابة اخذت وجبة الدم المحتالة مالتها، لكن هالمرة سحبت عندي طور جنسي اللي هو الاطوار اللي ذكرية، الامشاج الانثوية والذكرية، سحبت الامشاج عندي كونت مايكروجاميتوسايت، جمعتهم كونت مايكروجاميتوسايت، سويت لها اكزوفلاجيليتد، كونت لها فلاجيلات اصوات، بعدها هذه تحولت طور اللي هو بالعاشر وصلت ثاني نقطة 10 اللي هي اوكاينيت، طال الأوكاينات تحول الأوسيست، والأوسيست كان بداخله كاثر شكل اللي هو السبوروزويد اللي هو الطور المعدي، هذا داخل هذه الدورة نسميها السبوروغوني سايكل داخل الحشرة. لازم نعرف عندي ثلاث سايكلات، عندي سايكل تكون بالليفر، عندي سايكل تكون داخل الار بي سي سميناها اريثروسايتك سايكل، من سايكل تكون داخل الحشرة اللي هي سبوريغونو سايكل. مفروض تعرفوا وتميز بيناتها كل دورة شنو تنطيني وشنو يدخل عندي اي طور واي طور راح يتكون عندي. بالصورة اللي انا خليتكم اياها على اليمين هي هذا طور الميلوزويد
يكون داخل خلايا الكبد الهيباتوسايت، راح يصير له ركتشر بعدين. بالنسبة لهاي الصورة، بالصورة السابقة عرفنا انه راح تدخل عندي خلايا بعد انه يتحطم عندي الشايزة وتحي، تدخل عندي خلايا من الكبد تضرب عندي الار بي سي. ما راح تدخل تضرب الار بي سي، كل طفيلة من هاي الطفيليات الاربعة السبيشيزات راح يكون شكل معين للار بي سي. اكو واحد يكبر الار بي سي، اكو واحد يصغرها، اكو واحد يسوي لها شكل معين. فاحنا كمحللين المفروض إذا تجينا العينة مفروض نعرف كل طفيلة شنو حشوفه أنا بالوجهة. فلذلك إنه إحنا من راح تأخذ مسحة من الدم أي طور حتشوفه حتى تعرف أنت أي سبيشي يتعامل وياه. بالنسبة للبلازموديوم فايفكس اللي هو النوع الأول، راح يضخم عندي خلايا الار بي سي. طب وياي هذه هذا الجدول مهم جدا، اللي هو يكون إكزو إريثروسايتك، يكون داخل الار بي سي. كاتبت لكم اياها ايه إريثروسايتك سايكل بالبلازمودوم، مهم جدا. الفايدكس النوع الاول خلال 24 ساعه كبر الار بي سي، تشوفون حجمها كانت نورمال شلون كبرت بالانلارجمنت. بعد ما كبرت سوى عندي ضخم عندي شكل انيبيوك ستيج داخلها، وظهرت عندي دوت اللي هي سموها شوفنر دوت بالسيتوبلازم. بعدها كان early stage amyloid تحول late stage، كون mature شايزونت. بعدها mature شايزونت احتوى على 16 ميرازويت. بعد الميرازويت سوت رابتشر وطلعت، طلع قصد الشايزونت سوى رابتشر، طلع عندي الميرازويت، طلع عندي الأطوار الذكرية والأنثوية اللي احنا ذكرية قلنا بالأخير هي تنتهي بأطوار ذكرية وأنثوية أو تكون شايزونت مرة أخرى تصيب خلايا الار بي سي. بالنسبة للنوع الآخر اللي هو الأوفالي، الأوفالي راح يحول خلايا الار بي سي بشكل شكل عبالك خيوط خيطية من مقدمتها اللي نسميها فايبريت إديغاس. هذه أيضا حاوي على رينج ستيج. هذا الرينج ستيج شوفون عباك محبس تكون الأنوية على شكل هو يدخل الطفيل داخل الار بي سي يكون شكل محبس. حول الخلية طولها شوية، سوى بها دخل الطفيل بشكل محبس داخلها، وسوى الشكل اللي هو العبالة خيطة بمقدمة الجسم. أيضا ضعفت مثل الفايروس اللي قبلها، وكونت بالأخير ميرازويت، لكن هناك 12، هناك كان 16 ميرازويت. وأيضا بعد التكاثر يعني تكاثرت هذه الخلايا وكونت أطوار ذكرية وأنثوية. أما النوع الثالث اللي هو الميلاري، هذا بعد 72 ساعة أيضا إلى نلاحظ خلايا الار بي سي بقت نفس حجمها تقريبا وكبرت شوية. نلاحظ أيضا ظهور الرينج ستيج اللي هو الخاتم داخلها، هاي تبقى نورمال سايز، كانت بتركم اني نورمال سايز. لكن الايرلي ستيج راح اشوف بدايتها اول ما تصيب الار بي سي تكون عندي باند ستيج. بعدها بالليت انتبهوا، بعد الليت ايضا بعد باند ستيج، لكن الباند ستيج شعرك انفتح زاد، هذا سماه الماتشور شايزونت. بالماتشور الاحظ انتبهوا الطفيليات شلون الطفيلي شلون يتكاثر عندي داخل الخلايا، كون عندي شايزونت فورم روزيت فورم عمالك شكل الماردة، وأيضا كون عندي أطوار مشاج ذكرية وأنثوية. أما النوع الأخير اللي هو أخطر نوع اللي هو الفارسي برام، خلال 36 أو 48 ساعة ضرب عندي خلايا الار بي سي. لا تلاحظون بقت خلايا الار بي سي نفس حجمها، لكن شو يسوى؟ صغرها زايد يعني نص واحد على ستة من الحجم مالتها النورمال. الضعف هنا بنلاحظ بالمجهر عندي من اخفت سمير الار بي سي تكون شكلها حاوي على الرينج ستيج اكثر من واحد، يعني ممكن يعني هذا الفارس برام يدخل الى داخل الخلية اكثر من واحدة، يعني مو فقط طفيل واحد يضرب الخلية الار بي سي، لا اكثر من واحد. هذا كل الستيجات البقية فقط هذا نشوفه
البقية كلهم لما راح نشوفهم، لأن هذا الطفيلي هو ليش أخطر الأنواع؟ بسبب أنه راح يسوي زيغ مناعي ويهرب إلى الشعيرات الدموية اللي تكون فيروس مولر يدخل إلى داخلها، لذلك غير ممكن أنه أخذ دم وأشوفه الأطوار، فقط هذا الطفيلي الأول ممكن أشوفه، واحتمال أنه أشوف الأطوار الذكرية والأنثوية بعد أنه يتكاثر ويكمل التكاثر مالته ويحطم الخلايا، يشوف الأطوار الذكرية الإمشاج اللي هي خلايا ذكرية تكون شائعة للطور الأخير اللي قلنا عليه أنه هو كان عندي الفارسي برام، قلنا أنه أخطر طور، اتفقنا أنه فقط بالبداية حيظهر عندي الأطوار اللي هي تكون الرينج ستيج، بعدها ممكن أنه بعد ما يضرب عندي كل الخلايا ويتكاثر أشوف الجميتات مالته اللي هو يا كانت إنثوية تكون كريسينج إن شيب الميل، أما فيميل تكون كيدني شيب. بالنسبة للاب دايجنوزيس عندي لهذا الطفيلي، هو أخذ بلاد سمير أو إذا كان الثيك، إذا أخذ الثيك معناته شنو داريد يعني شنو داريد أشخص، إذا كان الثين شنو داريد أشخص، إذا ثيك إذا عندي لايت انفكشن إصابات خفيفة أو كرونيك، الثيك راح تتميز بالصفر لاير أوف دا ار بي سي. أيضا أسوي فقط ديتكت للإنفكشن لإصابة، مثل إذا شوفون عندي أنا صورة مخليت لكم، أما بالثين ألاحظ إذا كان عندي سيفير إنفكشن تكون فقط واللير من البلاد، وأريد أشخص الجينس اللي عندي الجينس ضغط أيدي شخصة أي جينس أنا إذا أريد أكشف موجود أشخص موجود بهذه هذا المكان اللي هو هذه الإصابة عن species of the parasite. وطبعاً من عملية التشخيص بيقول إنه أنا أخذ قطرة من الدم وبعدها أصبخها بالجيمزستون وبعدها وأسوي لها فكسيشن يعني أثبتها بالألكحول ثم أصبخها بالجيمزستون أو الليشمانيا. هاي بالنسبة للتصبيغ. هذا اللاب دايجنوزيز اللي هو بلاد سمير الثيك والثن، كل واحد من دولي لشغلة انه احنا نتفق عليه، لا ثيك ليش ولا ثين. وشكرا جزيلا.